كما وصل 50 من المواطنين العالقين في عدد من الدول عبر منفذ شحن الحدودي البري مع سلطنة عمان. وقالت مصادر محلية إن العالقين قدموا عبر المنفذ إلى محافظة المهرة، وأن معظم هؤلاء كانوا يتلقون العلاج في الأردن. بلادي تستاهل الدم مش الدموع. العالقون في الخارج قصة مأساوية لها بداية وليست لها نهاية، مثلها مثل المتضررين في الداخل الذين تعثرت وصول المساعدات الإنسانية إليهم. وصلت مؤخرا إلى مطار صنعاء الدولي ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية تقل 567 عالقا من أصل أكثر من 10,000 عالق في عدد من مطارات دول العالم. يأتي هذا مع سماح قوات التحالف العربي بوصول طائرة جديدة تابعة لمنظمة الصحة العالمية على متنها 24 طنا من المواد الطبية والإسعافية. كما وصلت سفينة إماراتية ثانية إلى مدينة عدن تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الحرب التي تشنها عليهم ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح. مشكلة العالقين ووصول المساعدات إلى السكان المتضررين ما تزال مستمرة، تراكمت معها الصعوبات التي أعاقت التوصل إلى حل لها في أسرع وقت ممكن.